اللحظات يدخل وفد الأمم المتحدة إلى الغوطة الشرقية مع المساعدات من الهلال الأحمر إلى القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية إلى بلدات حمورية وعين ترمى وحزة وبيت سوا. في هذه الأثناء وصول مساعدات الأمم المتحدة من الهلال الأحمر، طبعا هذه المساعدات وصلت الآن إلى مدينة حمورية في الغوطة الشرقية في المنطقة الوسطى، والآن يتم تنزيل المساعدات في بلدة حمورية في الغوطة الشرقية. عدد السيارات التي دخلت إلى الغوطة الشرقية عددها 40 موزعة إلى بلدات بيت سوا وحزة وعين ترمى وحمورية. نحن اليوم وصلتنا مساعدات من الأمم المتحدة 12 سيارة، طبعا في مواد غذائية ومواد طبية وطحين، وهدول طبعا ما بيلبوا حاجة البلد. عندنا احنا خزان بشري بحموري، وبشكر كل من ساهم وبذل واللي وصل المساعدات من عمال ومن الأمم المتحدة وكل من ساهم. عندنا طبعا تعرفوا يعني محاصرة من 5 سنين وعندنا نقص كبير، ان شاء الله بطلب المزيد انه يضل في هالامور هذا على كل شهر كل شهرين طبعا من لنلبي حاجه الناس. الله يجزيكم الخير.